الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا والأزمة الاجتماعية والأزمة الأمنية وكل الأزمات اللي يمر بها العراق. اليوم عندنا مجموعة من المواضيع إن شاء الله نقدر أن نرافق ونوصلها للجهات المختصة، وبالتالي يتم حل ولو جزء بسيط منها. مرحبا رافق. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. أكيد راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن مثل ما عودناكم في كل حلقة أنه خلونا نوحد الدعاء من أجل المرضى والجرحى الراقدين داخل المستشفيات العراقية، وأيضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار الذين سقطوا منذ سنوات ولحد هذه اللحظة ولحد يوم أمس. كان هناك الكثير من الدماء سالت على أرض العراق، وهذا شيء يأسفنا ويحزننا احنا كعراقيين، لكن شو نسوي؟ ما باليد حيلة، هذا أمرنا وهذا واقعنا المرير اللي احنا عايشين به. بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وصلنا لهذا الوضع المأساوي، فإن شاء الله الأيام القادمة تكون كفيلة بحل كل هذه القضايا الصادمة واللي خلت المواطن العراقي يوصل لمعاناة كبيرة وعظيمة بهذه الأوقات. ما ننسى أن نقول تحية حب واحترام لكل أبناء الجيش الأبيض الباسل اللي لحد هذه اللحظة هم مقاومين في مواجهة فيروس كورونا، لكن للأسف أنه وحدهم ماكو أي دعم، ماكو أي تعاون من قبل المجتمع العراقي لهم، وإحنا نشوف أنه بدأت الحالات تزداد شيء فشيء نتيجة الإهمال وعدم التزام بالوقاية الصحية. كل هذه الأمور نتمنى أن توصل للمشاهد العراقي حتى يفكر بها ولو بجزء بسيط جدا من أجل الحفاظ على أرواح ما تبقى من العراقيين. نروح فاصل وبعدها نرجع لكم مباشرة. طيب خلينا نذكر احنا بالتليجرام والرقم الظاهر اسفل الشاشه اللي حبي يتواصل ويانا، بس يعني دائما نذكركم انه الرساله تكون مفصله بها كل العنوان بشكل كامل او الموضوع بشكل واضح. احيانا توصل لنا احنا رسائل مبهمه، يعني ما نعرف حتى المحافظه وين، شنو العنوان، شنو الموضوع او شنو تفاصيله. ايضا لازم يكون مع الرساله الصور أو مقطع فيديو يكون حديث، اللي صور مقطع فيديو يا ريت يذكر التاريخ، يعني بتاريخ الكذا، اليوم الكذا، الشهر، السنة، حتى يكون هناك، لأنه للأسف كثير من الناس تعتمد على تصوير من الممكن يكون قديم، لكن هي مثلا الموضوع بعده. يا ريت ترسلوا لنا رسالة تكون طبعا يعني المشكلة حديثة مع مقطع فيديو يكون جديد، أو صور توضح المشكلة، أو كتب رسمية اللي عنده قضية مثلا تخص دوائر رسمية، يا ريت الكتب الرسمية الخاصة بالمشكلة. هذا حتى الواحد يتواصل ويانا. بقية الرسائل اللي ترسل وهي ما مفهومة بدون صور أو بدون مقطع فيديو أو بدون كتب رسمية سيتم إهمالها حتى بدون رد. يعني واضح أعتقد الكلام أنه ما ندز رسالة واحد يكتب لنا شيء شفهي، مستحيل رح يكون هناك تفاعل من خلال برنامجنا. هذا موضوع كلش مهم. طيب خلينا نحكي عن كورونا قبل اكتوبر الوردي. قبل شوي احنا كنا نسولف انه الناس بدت يعني ابدا لا تهتم بالموضوع في اقليم كردستان نتيجه ارتفاع ايضا عدد الاصابات حال العالم. صار هناك اجراءات وقائيه مشدده مع قوانين صارمه للمخالفين، توصل الى حتى 50,000 واكثر. فلذلك يعني نشوف الناس بدها تطبق، وللاسف احنا امس حكيناها انه احنا شعبنا من ضمن الشعوب، وهي حتى العالم ككل، الا مع تطبيق القوانين. يعني احنا ما نمشي شيء يخص وعينا وصحتنا وحالتنا، لا، وانما احنا نمشي حسب اذا اكو قانون بالخوف وهذا يعني غلط. لانه سابقا وانه نفذوها الصين في مع بدايه انتشار الفيروس عندهم بالصين، انه خلوا كاميرات هذه الدرون انه اي شخص يطلع من باب بيته بدون كمامه اكو غرامه ماليه، وبالتالي انه هو ينحجز. الكل نفذها، لكن صح. احنا في وقتها انه طالبنا معودين يلبسوا الكمامات، الكمامات مهمه، الكمامات ضروريه، التباعد الاجتماعي ضروري. الكل بدا يهمل الموضوع وبدا عادي انه ما يلبس الكمامه. صح، تذكرني هسه بالصين قبل ما نرجع،
الصين صار عندهم اصلا يعني اشياء قويه وصارمه والشرطه صارت قاسيه، واحنا انتقدناهم قلنا ايش دعوه شكل قسات، بس انا اشوف انه افضل من اجل افضل لانه سيطروا. وهسه بالنتيجه إن بالوقت الحالي انه كل الدول المتقدمه في اوروبا انه بعدهم لحد الان انه اكو فرض حظر للتجوال، والناس انه تتظاهر ضد قوانين فرض حظر التجوال الصحي او الحجر الصحي. صح. احنا بالعراق لا عندنا حظر تجوال ولا عندنا تطبيق للقوانين ولا عندنا التزام بالوقايه الصحيه ولا عندنا وزارة قادرة أنه تنقذ المجتمع العراقي. صح. من فيروس كورونا. الموضوع صار وكأنه ما موجود. أنه طبيعي عايشوا وياه. هذا صح. المعلن عنه اللي يروحون ويفحصون داخل المستشفيات والنتائج مالتهم تتأخر بعد 7 أيام إلى 10 أيام إلى تطلع النتيجة نوصل. صح. لهذه الأرقام. لكن طبعًا. إحنا من نجي ونشوف الناس إيش قد موجودين داخل المنازل ومن تحت شوية يقول لك والله أنه أنا فلاونزا عادية. فلاونزا ما تصير لانه الكل تحدث من ضمنهم منظمه الصحه العالميه قالوا انه اي شخص عنده واحد من هذه الاعراض المفروض يعامل نفسه على اساس انه هو مصاب بفيروس كورونا، لكن احنا عنده كل الاعراض وفاقد حاسه الشم وما له نفس ياكل ويقول لك والله انا فلاونزا عاديه لو شويه برد. البارحه عرفت السبلت مفتوح ونمت وصار قعدت الصبح لقيت حالي بهذه الوضعيه. المفروض انه نرجع وبقوه، والمفروض انه ايضا خليه الازمه العراقيه ترجع ودوائر الصحه العراقيه ترجع حتى يتعاونون مع المجتمع ونخلي حد لانتشار هذا الفيروس. ليش احنا بين كل فتره وفتره انه نشوف الاعداد بدات تتزايد واحنا في كل احصائيه في كل العالم احنا نتذيل القوائم الا في فيروس كورونا الاول بالاصابات بالوطن العربي والاول بالوفيات، وكلها نتيجه الاهمال الحكومي ومن ثم ابناء المجتمع العراقي اللي هم ما خايفين لا على نفسهم ولا على الاهالي الكبار اللي موجودين داخل الاسره الواحده. طيب فاحنا نتمنى من الناس تكون ملتزمه بالاجراءات الوقائيه، ونتمنى احنا من خليه الازمه انه تفرض غرامات، بعد احنا ما عندنا غير هذه القضيه، وبعدين اكو فد شيء لازم توزعون، يعني مثلا على الدوائر الحكوميه بالباب واحد اللي ما عنده، لانه للاسف قبل فتره او منذ بدايه الوباء اكو ناس من تطلع وشخص يريد يدخل يساعده ينطي الكمامه مالته. يعني انت والناس تاخذها تستخدمها ومن الممكن ينطيها ثاني ثالث رابع خامس وهكذا كمان. لا جو البوري. شوف فعلا يعني هاي شفناها. صح. يقول لك يعني على اساس بس المهم انه هو حتى يسكت الدائره الحكوميه اللي هو رايح لها. هو اكبر خطا. زين انت هسه من تقولي انه دوائر انه لازم تخلي واحد واقف في الباب وينطي لكل مراجع او لكل موظف ينطي كمامه، من تجين تحكي انه الدوائر يقول لك هو وين الموازنه؟ هم منطيني موازنه. طيب. على رواتب الموظفين ما عندي. صح. زين ولحد هذه اللحظه انه اذا شفت تعليقات على البث المباشر انه دا يقول لك الراتب وين، والكل دا يسال الراتب وين الراتب. صح. وين. فمن نجي احنا نعتب على الدوائر المفروض انه تكون عندها موازنه مخصصه لهذه القضيه، او خليت الازمه انه تنطي اموال اضافيه. فعلا. للدوائر حتى انه توفر بها المعقمات وتوفر بها الكمامات، وبالتالي تحافظ على ما موجودين داخل هذه الدائره من فيروس كورونا. لكن للاسف انه احنا في ازمه اقتصاديه كبيره جدا، ومسؤولين كبار في الدوله يصرحون انه العراق الى الهاويه، واحنا صار لنا سنين نقول العراق الى الهاويه، ايش وقت ما اعرف ايش وقت نطلع ونعبر هذه الهاويه ونعبر هذه الازمه، وايش وقت انه يرجع عندنا الاقتصاد مثل ما كان في السابق. اكثر من مره انه حكينا بمشاريع عملاقه واخرها انه ميناء الفاو. صح. يا بكملوا خليه يكمل بدون مشاكل، رجعوا كثفوا الجهد عليه خليه يكمل، لانه وارداته 400 مليار سنويا، يعني هذه 400 مليار ما نشوف عراقي جوعان ولا نشوف انه موظف يكتب على البث المباشر راتبه وين، ولا الهاشتاج انه يصعد ويصير ترند راتبه وين، الحكومه العراقيه مغلسه او انه ما تنطيني راتبي بهذه الايام الصعبه، وهذه المشاكل اللي نتمنى نخلص من عندها باسرع وقت ممكن ان شاء الله. طيب يعني الناس تطلب انه لا ياخرون الرواتب، هسه هم خلي ينطون الراتب اول شيء، يعني انتم تطالبون يا ريت على التاخير ايام، وانما. صح. هو من الممكن انه يكون هالشهر جوز اكو راتب، الشهر الجاي جوز ماكو راتب، لانه النواب ما يقبلون على الاقتراض، هذا كارثه كبيره تصير. فعلا. وما اعرف يعني احنا البلد يعني السنه القادمه شنو راح يكون بي او شنو راح يصير بي، احنا في مأزق كبير، وتشوفون النواب او تشوفون حتى المسؤولين تصريحاتهم تكون متناقضه بس غالبيتها هي سلبيه. فالموضوع فعلا مرعب للغاية. الله يستر والله يعني خلصنا بس من هذا الوضع اللي احنا عايشين به، صار لنا سنين احنا نحكي، يعني نقول ترى احنا يعني البلد هو بيه فلوس لكن سراقه هواي، فبالتالي. صح. اكيد يعني حتى مهما يكون لو كان بير من الفلوس هي اول تالي تخلص. صحيح. اكو قضيه انه كلش مهمه انه الفساد انه بدا يكثر، يعني في ظل وجود ازمه قويه وهذه الازمه الاقتصاديه القويه اللي مسيطره على الوضع بالعراق. صح. انه اكو فساد. قبل قليل كنا قاعدين بالكنترول احمد
كان يشوفنا خبر انه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه احدى الدوائر بالموصل انه تحيل الجسر الخامس بتكلفه 20 مليار دينار عراقي، اي ما يقارب 16 مليون دولار، وهذا رقم مبالغ وكبير جدا. المفروض هيئه النزاهه تقول تعالوا انتم اذا ترميم جسر زين هل قد طوله انه تصرفون عليه 20 مليار؟ وين راح تسووها؟ كم جسر راح نبني بها اذا بايدي امينه انه هذه المبالغ انوجدت؟ صح، لكن للاسف هاي شغله من ملايين الشغلات. هذه وحده هاي هيك اللي طلع. صح. يعني احنا في ظل هذه الازمه واكو مشاريع تحال بارقام خياليه جدا. طبعاً. طبعاً. وهذه بس انه الاحاله هيك امام العلن انه يابا شوفوا ترى احنا دوائرنا، لكن هو شركه مجهزيها وبنعم فلان وبن خال فلان او أكيد. الجهه الاقتصاديه مال الحزب الفلاني او التيار الفلاني هم اللي مسيطرين عليها، هم اللي راح ياخذوها. يمكن المشروع ما يكلف 2 مليار او اقل ترميم، يعني هو مع شركات والبقيه يروح يجيب الناس، والمواطن العراقي يطالب بالراتب، يطالب انه يريده ما يتاخر. طيب خلينا احنا نروح الى موضوع اخر. بقى 4 ايام وينتهي شهر اكتوبر الوردي، ويعني نحكيها امانه انه هالسنه نتيجه كورونا ونتيجه الوضع ما شفنا هناك حماسه كبيره من قبل حتى الدوائر الصحية في المحافظات، للأسف ما عدا كم محافظة وأشياء خجولة جدا. يعني في صلاح الدين كانت بالناصرية، واليوم راح نشوف من كركوك أيضا هناك ندوة، وهم يعني أرجع وأقول خجولة. كورونا أخذت مساحة كبيرة، هناك الكثير من المستشفيات والمراكز تحولت إلى حجر، البقية بدون رواتب ووضعهم تعبان. إحنا الأجهزة اللي كانت عندنا هسه تلفت وانتهت وتحتاج إلى تحديث. يعني بس من خلال تعرفون هسه العالم صار مفتوح، يعني انت ابعد نقطه، ابعد مركز، ابعد مستشفى من الممكن ان نشوفها عن طريق تليفونك، تشوفون انه بهذا المجال تطورت الكثير من الاجهزه، اسماء ما سامعينها، طرق ما سامعينها. قبل مثلا كانت الاجهزه بس تكشف لنا انه الشخص مصاب له ولا لا، هسه حاليا اكو اجهزه صارت حديثه انه من قبل 6 اشهر من اي خليه سرطانيه تريد او قاعد تفكر هاي الخليه السرطانيه مجرد انه او الخليه تريد تتحول الى خليه سرطانيه من الممكن انه اجهزه تكشفها، فانت قبل 6 اشهر من بدايه المرض انت تستطيع انه تلاحق على نفسك اكلك وغذائك وعلاجك. تخيلوا وين وصل العالم بالتطور واحنا بعدنا لحد الان بالبدائيات، وحتى هاي البدايات ما موجوده، والدليل انه احنا عندنا يعني بهذا الشهر المفروض هناك يصير فحص مجاني للنساء وندوات تثقيفيه مجانيه بالدوائر، لو ما كان كورونا بالمدارس، اي بالشوارع سياره متنقله مثلا، بالمستشفيات تفتح ابوابها والمراكز الصحيه الخاصه بموضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بس احنا ما عندنا ابدا، يعني مهمل هذا الجانب بشكل كبير. اليوم احنا يعني خلينا نختمها على الاقل، يعني بهاي ال4 ايام الاخيره احنا حاولنا انه ننطي بعض المعلومات ونشجع النساء ونكشف الموضوع، وصار اكو لحد الان فضول من الاشاره، شنو هاي الاشاره الورديه؟ ليش اكتوبر الوردي؟ ليش بهذا الشهر؟ ليش هاي الحمله؟ ليش هذا الاهتمام العالمي بحيث منطينا لمده شهر كامل؟ نرجع ونقول انه اكتشافه افضل بكثير من الواحد ويقدر يكتشفه افضل بكثير من الخضوع للعمليات والجراحه والادويه والعلاج الكيميائي. في كركوك اليوم صارت هناك ندوه تثقيفيه توعويه من اجل حتى النساء على الكشف المبكر عن سرطان الثدي. احنا نشكرهم رغم يعني بساطه يعني الاشياء والعوامل، لكن هم رغم هذا هم حاولوا انه يسووا لهم خطوه الى الامام. نشكرهم، واحنا نقول عتبنا على بقيه الدوائر الصحيه في بقيه المحافظات انه وينها، والعتب الاكبر طبعا على وزاره الصحه اللي كل سنه يعني للاسف تخجلنا بموقفها امام الناس، يعني العالم وين عنده أشياء وطرق جديدة حديثة، فعاليات غريبة، إلا إحنا مكانك راوحك مثل ما قلت لكم، اكتفوا بإعلان بسيط يعني خجول للغاية وبتقرير أيضا بسيط. أروح إلى كركوك نشوف، هي أيضا يعني فرصة لتشجيع النساء وتشجيع العوائل لمتابعة هذا الموضوع حتى نتفادى انتشار هذا المرض. والله أنا اليوم اجيت على
تسوي فحص السرطان الثدي المبكر، لأن هذه الأمراض يعني بعد الحروب اللي صارت بالعراق يعني كثرت ببلدنا. فأنصح كل امرأة عراقية أنه كل 6 أشهر تجي تسوي هذا الفحص، يعني حتى محافظة على صحتها وللأمان، خصوصا هسه مرض الكورونا موجود أيضا، فهذا يفيد المرأة العراقية أنه تهتم بصحتها، لأن هي اللي تبني المجتمع العراقي. فأنا اجيت بصراحة وجيت سويت سونار وسويت، وإن شاء الله سدا أسوي أشعة حتى أطمن على صحتي، والحمد لله يعني طلعت فحوصاتي سليمة وما بي شيء، وإن شاء الله أعيد هذا الفحص كل 6 أشهر. شو يعني لك هذا الشعار؟ هذا يعني تحدي لهذا المرض الخطير اللي يصيب يعني الدول العربية كلها انصابت به، يعني هذا المرض، فنحاول قدر الإمكان أنه نخفف من هذا الشيء. مراجعة بسيطة، وطبعا هنا المراجعة مجانية، ما راح تخسر المرأة العراقية أي شيء، يعني لا يكلفه ولا شيء. وأنصح أكثر شيء أهل القرى والمناطق الريفية، أنه هذول يعني تعاملهم ويا الحيوانات ويا التربة ويا هذه، فهذه تكون يعني مكان أوبئة خطرة على الإنسان. فأريد يعني كل عراقية تحاول انه تجي. انا معلمة موظفة، واليوم اخذت اجازة واجت سويت هذا الفحص. شعار هذا ما شهر الاكتوبر، شهر التحدي للاورام السرطان الثدي. ويا ريت احنا يعني نتمنى كل المرضى يتراجعون المستشفيات او المستوصفيات اللي عندهم خاصه الامراض السرطانيه، يعني بالعائله يجون يراجعون حتى يعني يعبرون من الامراض الخطيره. يعني اكو للاسف اكو خجل لبعض النساء، اكو يجون يعني يقولون والله احنا ما نريد طبيب، لازم طبيبه، وهذا يعني هو ماكو فرق، يعني نفس الشيء، يعني الفحص والفحوصات اللي من المستشفى كلنا عندنا هم دكتوره، عندنا طبيبات، عندنا اطباء يفحصون عادي استشاريه. اكو ايام 15 مريض، 30 مريض، 20 مريض يراجعون. اجهزه موجوده، سونار موجوده، ماموغرافي موجوده، كل الفحوصات المختبر، خاصه اكو فحوصات هرمونات ماكو داخل المستشفى، احتمال خارجي، ومرات هم داخل المستشفى. هناك اشارات ودلائل تتغير في الثدي، المرأة البسيطة التعلم تكتشفها، النظر في المرآة والكشف البسيط عن الثدي بها طريقة معينة، وممكن لها أن تراجع مؤسساتنا الصحية، لأن ثبت كيفما كشفنا مبكرا عن المرض يكون العلاج بشكل سهل جدا. نلاحظ أعداد المصابين في الدول في العالم، 1.5 مليون إصابة سنويا، 450 ألف وفاة سنويا، لذلك احنا ركزنا على هذا الموضوع. نعم دائره صحه كركوك كل همها جائحه كورونا، لكن يد تكافح كورونا ويد تكافح الاورام والسرطانات. دكتور يعني 1.5 مليون اصابه سنويا بدول العالم، وذكرت اكثر من 450 الف حاله وفاه بسبب سرطان الثدي. برايك يعني هل هناك خجل للنساء بعدم مراجعه او اهمال نفسهم؟ يعني شنو رسالتك اليوم للنساء حتى يوعون على هذا الخطر؟ يعني هو اسمه فحص المبكر، يعني يمكن تعالج نفسها قبل ما توقع في المطب الاخير يعني للخطر. التردد في الاستشاره الطبيه هو السبب الرئيسي. نحن نهيب بالنساء اخواتنا وامهاتنا انه لا يترددن في هذا الجانب، هذا الجانب حساس ومهم. احدى هذه التوصيات اولا تطوير المؤسسات الصحيه اللي تراعي يعني او انه هي تكون ويا المراه على مود تساعدها في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، سواء مؤسساتنا ابتداء من المراكز الصحيه اللي هي اول خطوه اللي تراجعها اي امراه لحين الوصول الى وحدات فحص الثدي في مستشفى ازاد التعليم. وجهاز الماموغرافي كلش مهم عالميا، احنا عندنا سكرينينج تيست اللي هو باختصار نبحث عن المرض قبل حدوثه، هي ما راح تاخذ وماكو داعي ابدا الخوف. ومن هاي التوصيات نوصي كل امراه من خلال شاشتكم انه هاي الفحص او هذا الجهاز ما ياخذ من وقتك دقائق، وماكو داعي للخوف من عنده، لكن هو عالميا مثبت لازم كل امراه من سن ال40 تبدي سكرينينج تيست على الاقل بالسنه مره او كل سنتين مره حسب الحاله المرضيه اللي تعاين من قبل الاستشاريه والاخصائيين اللي ايضا موجودين. يعني بالسنة مرة كافي، تكفي بالسنة مرة. هي طبعا مفروض الأخصائي تعين الأخصائي، لأن كوحدة فحص الثدي ما عندنا بس جهاز ماموغرافي، موجودين عندنا نخبة من الأخصائيين جراحين هنا حسب حالة المريضة.
مثل ما شاهدنا انه هناك، يعني انا اشوف انه هذا المركز افضل بكثير من الكثير من المراكز اللي طلعت عندنا سابقا. مثلا في الناصريه المركز تحول الى مكان الحجر، فبالتالي ما كان هناك ندوه كبيره مثل المركز هذا باقي، يعني مركز فحص النساء جيد انه هناك استقبال للنساء، جيد انه هناك توعيه لهذا الموضوع، لكن هي طبعا حتى على النهايه لا بأس انه النساء بقيه الايام، يعني خاف اكو ناس تعتقد انه بشهر اكتوبر وانتهى هذا يعزل، لا هذا باقي على طول السنه، فيا ريت النساء اللي ما راحت بالسنه تخلي لها يوم تذكير بتليفونها انه كل سنه بمثل هذا اليوم او قبلها بايام او بعدها بايام انا اروح افحص عن طريق اخصائي، او انه هي طول السنه تقدر تفحص بالبيت. وارجع واقول انه التليفون تستطيعون من خلال الانترنت تدخلون على ملايين المواقع، هناك اطباء اخصائيين كاتبين عن الموضوع. وارجع واقول انه للاسف احنا ما عندنا كقنوات عراقيه اهتمام كبير بموضوع التوعيه الصحيه، في حين برامج اخرى في قنوات اخرى في الدول العربيه اكو برامج مختصه على مدى شهر كامل، هي تحكي بس فقط باكتوبر الوردي وفحص الثدي، ويجيبون اطباء وطبيبات ويجيبون حتى ناس. انا تمنيت من بدايه الشهر انه يراسلنا احد من ضمن النساء اللي مرت بالتجربه، ظهر يبدو انه الخجل يعني ما اعرف او الخوف، ما حد كتب لنا القصة. أتمنى أن يكون هناك قصة حتى نحكي بها ونسولف، حتى تكون هي مثال يحتذى به للفحص المبكر، وبالتالي هي تخلصت من الكثير من اللي هي ما يعني التبعات اللي هي العلاج الكيميائي والجراحة ورفع الثدي والحالة النفسية. إن شاء الله على الأيام الجاية السنوات الجاية يكون هناك اختلاف وكسر لحاجز الخوف والخجل، والسلامة دائما نقولها للجميع. ألف سلامة لجميع النساء العراقيات اللي موجودات داخل وخارج العراق، وإن شاء الله يا ربي السلامة لجميع نساء العالم بأكمله. لكن الموضوع أنه أكو موضوع أكثر من مرة طرحناه في برنامج المدينة في المواسم الماضية، اللي هو النفايات النووية أو المخلفات اللي بعد لحد الآن موجودة، وفي وقت ما من الحكومات الماضية أنه اتفقوا على أساس أنه يخلون مطمر صحي للنفايات النووية أن يكون داخل الأراضي العراقية، وكأنه إحنا اليوم محتاجين ل فتح كثير من الآلام الأخرى إضافة للآلام اللي موجودة عندنا بسبب الأمراض السرطانية اللي سببها هذا الإشعاع النووي اللي موجود عندنا في كل المحافظات العراقية. فنتمنى من الحكومة شوية تهتم بهذا الموضوع، وإذا كانت عندنا هناك حقول للألغام بعدها موجودة لحد هذه اللحظة أو أماكن توجد بها مخلفات أو نفايات نووية، المفروض أنه يعالجوها بأسرع وقت ممكن حتى نخلص من كل الأمراض السرطانية اللي موجودة عندنا واللي يعاني من عندها شعبنا بشكل كبير جدا، وخاصة في المحافظات الجنوبية. نروح لموضوع آخر، والتظاهرات بعدها مستمرة وصار لها أكثر من سنة، وموضوع التظاهرات في كل جهة هناك تظاهرة، في كل محافظة أكو تظاهرة، وهذه التظاهرات هم للخريجي وحتى لحمل الشهادة العليا، مطالبين الجهات المعنية بتحقيق مطالبهم اللي هو الحصول على درجة وظيفية حسب قانون الحذف والاستحداث. هالمرة خريجي المعاهد التقنية واللي من ضمنهم قسم الإدارة القانونية اللي هو يتخرج أما معاون قضائي أو محقق عدلي، وهذا اللي موجود، هذا المسمى الوظيفي لهم اللي موجود، واللي عددهم أكثر من 250 طالب موجود في بغداد، صار لهم 5 أشهر يتظاهرون مرة أمام مبنى وزارة العدل في بغداد ومرة أمام بوابة إحدى بوابات الخضراء، لكن للأسف لحد هذه اللحظة ما جاهم شخص لا من وزارة العدل ولا من رئاسة الوزراء ولا من أي جهة كانت، وقال لهم أوكي أنه أنتم أعدادكم قليلة ممكن أنه نأخذها بالأيام القادمة، ممكن أنه نلقى لكم درجات وظيفية حتى نرفد الدوائر الحكومية بهذا القسم اللي هو يقع على عاتق الكثير من الأمور في الإدارة القانونية، وإحنا بأمس الحاجة لها، وهم من حقهم كخريجين حالهم حال بقية خريجي الكليات العراقية اللي بعدهم لحد هذه اللحظة يطالبون الجهات الحكومية بتوفير درجات وظيفية، لكن للأسف احنا اليوم نقول لكم بعيدا عن الحكومة وبعيدا عن الدفاع عن الجهات المختصة، لأنه احنا من دافع لهم الحق حق والباطل باطل، هم لحد هذه اللحظة ما منطير رواتب الموظفين، فشلون راح يقدر ينطيك درجة وظيفية وشلون راح يقدر ينطيك الأمر الإداري وبالتالي انه يصرف لك الرواتب مالتك اللي انت تستحقها. هذا الموضوع اعتقد صعب بالسنه الحاليه، لكن نامل على سنه 2021 انه تكون اكو موازنه وتقر منذ بدايه الشهر الاول حتى انه نخلص من كل هذه المعاناه وما نشوف كل الطلاب او كل الخريجين يتظاهرون من اجل الحصول على درجه وظيفيه واحده. اكو مقطع فيديو بمعاناه لاحد الشباب المتظاهرين، يا ريت انه نشوفها، ويا ريت انه ايضا الرساله
تصل إلى الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة العدل العراقية. 250 شخص تعيناتنا على وزارة العدل، رفع بينا كتاب من 14/9 لحد هذا اليوم ماكو أي قرار، قالوا انطينا الكتاب مالكم المجلس الوزراء ولحد الآن كل شيء ماكو. احنا إدارة قانونيين معاون قضائي مدرج أساسه ومحقق حد اختصاصنا مطلوب، القسم الوحيد اللي ببغداد احنا موجودين معاون القضائي. يعني احنا بهاي المرحله صار لنا 4 شهور واصلين المرحله اللي لا رحمه بها، نطرح كل مستشفى حكومه انظلمت ومن كبر جاي ياخذون حقهم يسلمون. كان املي بالتعيين، كان املي ادرس واخلص حتى في سبيل اتعين، كبرت لقيت نفسي لا اقدر اعالج ايدي ولا شهاده فادتني ولا اي شخص فاضي، لا شهادتي ولا عبد ولا تلم. كنا صغار كانوا يحلمونه يريد يصير راس خير، يريد يصير استامس الخف، يدرس يتعلم. كبار قلت حتى من اكبر تعين وعالج ايده اكبر، وما اريد علاج ما اريد، الحمد لله وشك على كل حال التعيين، اريد حقي هذا. خسرت ايدي عينون حكم غيره، شاب عمره 27 سنه من الطفوله مظلوم، واكبر لقى نفسه مظلوم، يجي ياخذ درجه الوظيفيه اللي ما عنده شهاده وغيره. ولله المشتكى، احنا اليوم نشتكي من كل هذه الحالات ومن كل هذه المعاناة المأساوية اللي عايشها المواطن العراقي، لكن نأمل انه الله سبحانه وتعالى ينظر لجميع العراقيين ويخلصنا من هذه المأساة الكبيرة اللي احنا نعيشها بالوقت الحالي. لا الكاسب مرتاح ولا الخريج مرتاح ولا اللي عنده شهادة او اللي ما عنده شهادة مرتاح ولا حمل الشهادات العليا ايضا مرتاحين، وكل الناس هي تعاني بسبب الإهمال الحكومي وبسبب عدم وجود تخطيط من قبل الدوائر او من قبل وزارة التخطيط العراقية لكل ما يحدث بالعراق، من بدايتها البنى التحتية واخرها بالبنى التحتية للفرد العراقي اللي يحاولون تسقيطها او تهديمها بشكل كامل. وبالتالي انه شفنا كثير من القضايا السلبية اللي ظهرت بالمجتمع العراقي بالفترة الأخيرة، وأصبحت هذه الظواهر موجودة من ضمنها التفكك الأسري والقتل وغيرها من الأمور السلبية اللي أطرأت واللي دخلت مؤخرا على المجتمع العراقي، وهذا الشيء محزن للغاية. المفروض أنه عندنا حكومة وعندنا وزارات تشتغل من أجل خدمة المواطن العراقي حتى أنه ما نخلي يعاني، لأنه ما كل يوم في أي دولة من دول العالم خريجينهم يتظاهرون حتى يطالبون بدرجة وظيفية. أوكي احنا قلنا انه اعداد الموظفين عندنا كل شيء هواية واحنا ما راضين عليها، كون انه ماكو دولة بالعالم انه عدد موظفيها 4,500,000 موظف، المفروض انه تكون اقل بكثير، لكن انه احنا نعتب على الحكومة نقولهم انه فعلوا القطاع الخاص على الاقل، انه هاي الناس مخال ما طالب بدرجة وظيفية حكومية تروح تشتغل بالقطاع الخاص ضمن اختصاصها حتى نخلص من كل هذه المعاناة، وما نشوف اي خريج واقف صار له 5 أشهر على ابواب الوزارات او على ابواب الدوائر الحكوميه حتى يحصل له درجه وظيفيه. ليش؟ لانه ما عنده لا واسطه ولا عنده فلوس اللي هي وصلت الدرجه الوظيفيه بدفترين، يعني 20,000 دولار في احدى الدوائر، ويمكن حتى على الاجور اليوميه حكينا بها بالايام الماضيه انه 50 ورقه يعني 5,000 دولار تنطيها حتى يخلون اسمك ضمن الاسماء اللي موجوده بالدرجات الوظيفيه اليوميه او الاجور اليوميه اللي موجوده عندنا، وهذا الشيء محزن. نتمنى من الحكومة الحالية أنه تعمل جاهدة من أجل تغيير الوضع وتغيير أو تمريرنا من هذه الأزمة الاقتصادية وعبورها إلى بر الأمان بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. ونفسهم الشباب يعرفون أنه الوضع صعب، يعني صعب حل مشكلتهم، لأن هم جاي يشوفون أنه الموظفين قبلهم بدون رواتب شافوا أنهم طلعوا ناس تقاعد إجباري ومنطهم، تعرف انت لحد الان المتقاعدين طلعوا اجباري هم لحد الان بدون صح. رواتب بدون يعني رواتب. ما حلوا صح. ازمتهم، وحتى هم ما رايدين انه يطلعون تقاعد، تعرف هم مرتبين امورهم على راتب معين، على راتب تقاعدي معين، واذا بي انه من يطلع هسه من وقت قبل اوانه فهو راح يقل راتب التقاعدي، فهذا هم مشكله ايضا جديده راح تطلع لنا. هسه هم مثلا ليش ما يعملون انه يشكلون لجنه قويه مستقله بعيده عن الاحزاب؟ وهذا شيء مستحيل من البدايه. كلمه لجنه مستفزه ترى صارت مستفزه بالوقت الحالي، لكن انه تعالوا خلينا ندقق باسماء الموظفين. اروح على وزاره وزاره او على دائره واسوي جرد، اسوي احصائيه، الموظف اللي موجود، اللي ما موجود خلص، اللي يقول لك ماخذ اجازه، اللي ماخذ كذا، راسا حيله للفصل، لانه هذول كلهم رواتب وهميه وكلهم درجات وظيفيه فضائيه. ما عدا هو اللي اذكرها اجازه ال5 سنوات للبعض اللي اخذوها، وايضا الاجازه المخصصه للامراض الصحيه او بسبب الاحوال الصحيه اللي مر بها الموظف انه يمكن يحيلونه على اجازه فترتها 6 أشهر وتتجدد حسب اللجنه الطبيه. صح. هذا اوكي، لكن احنا
خلينا نجي ندقق، ما معقوله انه عندنا 4 ملايين قصدك 4 ملايين و500 الف موظف ما راح يدققون، تعرف لان الفضائيين تابعين لهم، يعني لي بعض الاحزاب بعض يعني عمك خالك حتى يستلمون رواتب به. هاي في انا دا اقول في حال انه اذا رادوا يشتغلون اذا يبدون يغيرون الواقع ويكون درجات وظيفيه اذا يبدون يغيرون الواقع عندهم الف حل وحل. بس اذا هم عاجبهم السياحه طبعا طبعا احنا بس من النقل هواي امور احنا نقدر نحصل عليها فلوس، بس هم ما يردون. يعني معقول هسه هاي اللجنه اللي انت تحكي عنها صعبه؟ لا بس هي هذا واضح انه هي كلهم يعني عاجبهم الوضع انه يبقى الشكل حتى الشعب يبقى ملتهي. طيب نروح على موضوع اخر، هذا الموضوع بيد الحكومه، لكن ارجع واقول انه هي الحكومه ما عندها تخطيط ولا عندها تفكير ولا ناس مو اهلا لها. موضوع احنا دائما نقول انه يا ريت نعتمد على المحلي. بعض الدول من يصير عليها حصار كونها هي ما عندها يعني ما تستورد الا القليل، هي تصدر الكثير، فما يأثر عليها الحصار. هو عندنا أمثلة على الموضوع، حتى احنا في زمن الحصار ما أثر علينا بشكل كبير، اكو بعض المواد هي موجودة عندنا احنا صنعناها فمشينا بها الحياة، مش صح صعبة لكن أفضل من لا شيء. احنا بالوقت الحالي احنا يعني أبسط الأشياء احنا نستوردها من 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 الدول، من ضمنها احنا الأشياء اللي ناكلها اللي المفروض انه احنا موجودة عندنا، اللي واحدة من الأمثلة هي موضوع البيض. احنا صار عندنا وفرة بإنتاج البيض، بيض المائدة، بيوم وليلة قالوا خلاص احنا راح نكتفي ذاتيا وراح نسد الاستيراد اللي هي كانت من تركيا وإيران. رأسا استغلوها التجار وصار استغلال بالموضوع، احنا من أول أصلا أغلى يعني منتوجنا، وصعدت طبقة البيض من 2000 وتقريبا وكسور وصعدت ووصلت 6000 وأكو محافظات ب10000. فالناس بقت يعني تعرفون الفقير اللي هو معتمد انه يشتري وحدات ما يشتري طبقه، من راد يروح يشتري ما يقدر يشتريها. الناس المضطره يعني انه يشتري البيض فقط هي اللي راحت اشترت، وحاليا هناك حمله كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي انه لا تشتري، لانه اذا انت اشتريت ب 10 باكر تصير ب 15، من تشتري ب 15 راح تصير ب 20، لان قاعد يشوفون انه المواطن يعني خلص رضخ للامر الواقع. المفروض انه انا تبرز هسه دور الرقابه والدوله والحكومه، انه الواحد اللي بيع اكثر من ال 2000 اللي شارت هي 2000 وكسور، هذا المفروض يقول له تعال على اي اساس؟ المصدر اللي قاعد يبيع البيض او ينطي البيض للتجار ويوزع على بقيه المحال والاماكن، المفروض انه هو هذا يعاقب. شلون منو السبب بارتفاع اسعار البيض؟ احنا جاي نقول انه خلينا نعتمد على المحلي، مو بس بالبيض بكل شيء. ما معقول انه احنا من نسد الحدود ونقول يا الله عندنا احنا وفره وعندنا انتاج، ما معقول انه احنا يعني تفتر على الشعب ونقول يا رجعونا مره ثانيه فتحوا لنا المستورد والمستورد احسن وافضل وارخص صار. حاليا اكو مقاطعه كبرى على البيض، اكو هناك من استجاب وهناك محاوله يعني صار انه يتوسلون الناس من اجل الفقراء خلونا انه احنا ما نشتري البيض. انا اقول ما احنا عايشين ببلد واحد، هاي المقاطعه وقاطعنا، المفروض انه الدوله تتحرك تثبت دورها وتقول وتحارب وتعاقب معاقبة قوية، لأن هذا محاربة بقوة الشعب. منو هذا المتسبب بارتفاع أسعار البيض بهذا الشكل الرهيب؟ يعني ما معقول إحنا نجيب بيض من تركيا وإيران هاي المسافات كلها الطويلة ويكون هو أغلى بكثير أرخص بكثير من البيض الموجود في المحلي، المفروض أنه يكون أرخص بكثير. أكيد هذه مشكلة كبيرة جدا، انه هذا هدم للاقتصاد العراقي طبعاً. لانه احنا اليوم نعرف انه مثلا كله طماطم، مو بس على البيض، انه خلينا نحكي على الطماطم، الطماطم المستوردة تجيب لك اياها 250 صح. تجي للمحلي تريد تشتري بلف وربع مرات ب 750 حسب المحافظة اللي انت عايش بها او المنطقة، من منطقة لمنطقة تختلف. فهذا شيء يسمونه انه محاربة المزارع والفلاح العراقي، أكيد. انه انا اخلي دائما المستورد يكون ارخص من عندك بالوضع الاقتصادي الحالي اللي يعيشه العراق او يعيشه المواطن العراقي. انه انا اليوم كمواطن اروح اشتري كيلو طماطم بألف لو اشتري كيلو طماطم بال 500 اكيد اروح لبال 500 اكيد انه انا اروح للارخص. هذا كفكره عامه بشكل عام، انه ما يحدث بالسوق العراقي او حتى عند اي مواطن عراقي. لكن من نجي ونسال ليش سعر الطماطم او سعر البيض المحلي غالي، يقول لك المزارع أنا ما مدعوم من قبل الحكومة، والحكومة لا تنطيني مي ولا تنطيني غاز المولدات مالتي ولا تنطيني العلف مالتي ولا تنطيني البروتينات المخصصة للدجاج حتى أنه نوعية البيضة تكون مختلفة، وهذا كله أنه أنا أشتريه بحساب الخاص فالبيضة تكلفني بهالقد. ولهذا أنه اليوم نشوف سعر طبقة البيض المحلي هو أغلى بكثير في الإقليم، أنه مثلا المحلي ب 9.5 يوصل إلى 10 المحلي، أما المستورد ب 6 6.5 موجود بالأسواق.
وهذه الإشكالية أنه موجودة في كل المحافظات العراقية. لو أكو دعم من قبل وزارة الزراعة لأي مزارع لأي فلاح زين أنه أنطي أدعمه البروتينات أو العلاجات الأعلاف أنه كلها أوفر لها، وحتى أنه حصص الغاز أنه يكون أكو تعاون ما بين الوزارتين الزراعة والنفط وأنطي حصص غاز لأصحاب الدواجن أو لأصحاب الحقول حتى أنه يشغلون مولداتهم، بالتالي أنه ما راح يأثر على أي شيء أنه هم ينتجونه داخل الحقول مالتهم. هذا راح انه يوفر للمزارع ويكون السعر رخيص جدا ويبدي انه يكون بوفره عند المواطن العراقي. لكن هم اني احرم او انه ما ادعم الفلاح حتى انه اعطي للمستورد مجال وبالمستورد احصل فلوس واخليهن بجيبي والمواطن الفقير الى الله. يعني فاذا لازم يكون هناك تدخل من قبل الجهات المعنيه لحل هذه الازمه، والا يكون هناك فعلا يعني مثل ما شفنا انه هناك حاليا هذه الحمله لمقاطعه البيض. ان شاء الله تنحل عن قريب ونشوف احنا شلون تحلها الحكومه، لانه القضيه بيد الحكومه بشكل كامل. بقيه المواضيع ان شاء الله ناخذها بالايام القادمه، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في امان الله. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.